امبارح بالليل منطقه العشر من رمضان كان فيها زلزال بقوه أربعة ريختر في ناس خافت ان ده ممكن يكون بدايه زلزال كبير وخاصه انه في نفس المكان تقريبا اللي حصل فيه الزلزال بتاع 5 يناير يعني من 15 يوم تقريبا الحقيقه ان الدكتور حاتم عوده رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه قال ان المعهد بدا يعمل دراسه حاليا في المنطقه اللي حصل فيها الزلزال بدات بس من اسبوعين والدكتور كمان حاتم عوده قال ان الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من مدينه العاشر من رمضان واكد انه لم يبلغ حتى الان او لم يبلغ حتى الان بوجود اي خسائر ناتجه عنه والحمد لله على حسب كلام الدكتور حاتم ان دلوقتي هم بيدرسوا ليه المنطقه دي تحديدا حصل فيها زلزالين في فترات متقاربه يعني بتكلم في اقل من 15 يوم تقريبا يعني فهم هيبداوا ان هم يشوفوا ده لان ده مهم ان احنا نعرفه كمان عشان لو المنطقه دي فيها حاجه الناس تبدا تاخد بالها برده وتبدا ان هي تاخد احتياطاتها يعني